سلام ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه. اليوم كيما تراو باش نحضروا مع بعضنا غسيت بنينه برشا، المقلوب التونسي على قواعده. باش نشوفوا كيفاش طريقه تحضير البات، الحشو من داخل نتاع المقلوب. تابعوني باش نشوفوا مع بعضنا طريقه التحضير. اول حاجه لهنا بسم الله، خذينا 250 ملل حليب دافي، ساشي خميره خبز 10 غرامات او مغرفه كبيره خميره خبز، مغرفة كبيرة سكر، نحركهم مع بعضهم ونخليوهم يتفاعلوا لمدة 5 دقائق. توا بعد 5 دقائق كما تشوفوا الخميرة طلعت، باش نزيدوا 3 مغارف زيت زيتونة. كان ما عندكش تحط زيت نباتي كيف كيف. الملح، وباش نزيدوا 400 غرام فارينة. ونلموا بشوية بشوية البات متاعنا. ولهنا ونوعية الفرينة تنجم تستعمل أقل كما تنجم تستعمل أكثر. توا بعد ما لميناها مش نعملو لها عجنة باهية مدة 10 دقائق. كما تشوفوا هذه النتيجة في الأخر. مش ناخذو البول متاعنا نحطو فيها شوية زيت، ندهنو العجينة متاعنا من اللوطة من الفوق، وناخذو البابي السيلوفان نغطيوها من الأجناب الكل باش ما يدخلش الهواء. اذا كان ما عندكش بابي سيلوفان تغطي بمنديله نظيفه وتخليها لمده ساعه. اونتروتون باش نحضروا الفارس نتاع المقلوب. باش ناخذ شويه زيت، شطر راس بصل مقصوص بالطريقه اللي تشوفوا فيها، وباش ناخذ صدر دجاج اسكالوب دو بولي متوسط، نقصوه دي كوب كيما تشوفوا. مش نزيدو عليه مغرفة كبيرة تابلو كروية، مغرفة صغيرة فلفل أكحل، مغرفة صغيرة كركم، شوية كليل شايح، ومغرفة صغيرة كليل وزعتر، شوية ثوم بودر، والملح نفوحوه بالقدا بالقدا، ونخليوه يتقلى على راحته. منطيبوهش برشا. ولا هذه النتيجة اللي لازم تحصلوا عليها. حطوها على جنب. توا رجعنا للبات متاعنا كما تشوفوا طلعت ما شاء الله. نحيو منها الهواء الكل. مش نقسموها على 4 سندويتشات، وتنجم تقسمها زيد على 5. فوالا نكعبروهم الكل ونحطوهم على جنب. وتوا باش نبداو بأول ساندويتش مقلوب عنا. الفارينة نرشوها على البلان دو ترافاي متاعنا بالقلقال، نحلوها على شكل دائري، نحلوها بالقدا بالقدا، منخليوهاش جويدة برشا زادا منخليوهاش خشينة. نستويوها تاو بالباهي، هلا تاو دهنا طبق الفور بشوية فارينة حطيناها. نحطو الاسكالوب اللي حضرناه ديجا، اسكالوب دو بولي، نشخشخو بالجبن. نحطوها في الفور على 180 درجة من فوق من اللوطة، ونكملو نحلو باقي لي ساندويتش نحضروهم. هلا فوالا، هنا صورتلكم كان 2 ساندويتش باش منطولش عليكم. كيف كيف ندهنو الطبق بالفارينة، نسويو فيها البات متاعنا بالقدا باش تجي هكا مدورة مزيانة. نحطو كليسكالوب القعد الكل. هذا اخر ساندويتش نحطوه، نعبيوه بالفخوماج نشخشخوه، نحطو في الفور. وهذا كما تشوفوا ما شاء الله. توا باش نحضروا الساندويتش متاعنا، باش نحطو مايونيز، حط اللي تحب عليه انتي، مغرفة هريسة،
يجيكم ابن حتى من تاع البرا، تشريوه من برا شويه خس. نجم تحط البصل زيده، نجم تحط الفريت في وسطو، شويه طماطم مقصوصه ترانشيت، ونسكر الساندويتش نتاعنا. كيما تشوفوا ما شاء الله نودكم ومنشهيكم. شويه فريت ومايونيز، صوص الجيريان. باش نحكي لكم حليته لهنا جوست باش نوريكم التشخشيخه والبنه. هذا الساندويتش الاخر اللي عملناه مع بعضنا كيف كيف. نحطوا شويه مايونيز وهريسه، خس، طماطم، جربوه وما تندموش. ان شاء الله تكون عجبتكم غصه اليوم. ما تنسيوش لي كومونتير، لايك على الفيديو، ابوني شين يوتيوب. مرحبا بكم الناس الكل، وصحه وشفاء.